السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وزملائنا، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة رقم 17 من سلسلة ديلي كلينيكال كيس. وصلنا مع بعض حاليا للنص الثاني، يعني بلشنا نحكي بالنص الثاني من الحلقات. اخترت لكم هالموضوع هالمرة لأنه من عدة حلقات حكينا على موضوع مريضة عندنا مايكروستوميا نتيجة حرق بوجهها، وقلنا انه في عندها فتحه فم صغيره وعملنا لها طبعه سكانر داخل الفموي. فاحد الزملاء سالني انه شو ممكن احنا نتصرف اذا كان عندنا نفس الحاله ولكن ما في امكانياتنا نعمل سكان داخل الفموي، فممكن احنا نتبع طريقه ثانيه لعمل الطبعات باسلوب اخر. هاي الطريقه هالمقاله تم عملها يعني بجامعه اوهايو، واحد المشتغلين بعتقد انه عربي دكتور محمد طيفور المكتوب. فخليكم معنا نشوف الموضوع. مريض عنده مايكروستوميا تحدد فتحة الفم، أقصى فتحة فم ممكن عنده كانت بحدود 40 مليمتر 42 مليمتر. الأطباء عم بيقولوا أنه درجة كامل طبعا علوي وسفلي، والأثناء العمل الأطباء كتير تعذبوا بتسجيل الطبعات الأولية أو بعمل الطبعات الأولية. فطابع الستاندر مع الجينات بحيلة من هون أو من هون قدروا يفتحوا تم المريض، ولكن المريض كتير تعذب أثناء عمل الطبعة الأولية. فكان القرار أنه إحنا بدنا نعمل سكشن دينشر، يعني تعويض ولكن مجزأ بشكل معين، حتى سكشند انديفيدوال تري وسكشند ريكورد بيزز يعني. فبالبدايه العمليه كانت بعد عمل الطبعه الاوليه وبعد صب الطبعه الاوليه قاموا بصناعه طوابع افراديه مجزأة مثل ما احنا شايفين. احنا حاليا سكشن يميني وسكشن يساري. اذا منتبهين معي انتم هون على الطرف هذا الجزء الليفت للطابع، يعني في عباره عن ثقب هون وثقب هون وثقب هون. هذا الطابع بدنا نسال كيف بتتم صناعته بالمخبر؟ بتتم صناعته بمرحلتين، المرحله الاولى بنصنع هالجزء هذا وبنخلق فيه ثقوب مثل ما نحن شايفين، بعد تصلب الماده الاكريليه ممكن نحن نعمل عزل لكل هالمنطقه هاي باستخدام الفازلين وبنصنع القسم الثاني. طيب هون الطبيب هل قام بهاي العمليه؟ بصراحه لا، هون الطبيب قام بصناعه هالجزء هذا بطباعه ثلاثيه الابعاد، يعني قام بطباعه هالطابع وجزأه بالتصميم يعني مشان يطلع طابعين في لهم مثل هيك ناتق معين قفلوا مفتاح بيدخلوا ببعضهم. ولكن اذا انا بدي اعمل هيك طابع صناعه يدويه بامكاني بكل بساطه اصنع هالطرف اليساري من الطابع بالاول حتى يصير في عندي تصلب، بس تصلب الاكريل بعمل عزل بهالمنطقه هاي وبصنع الطابع الثاني بيجي فوق الطابع الاول. بالنسبه للفك السفلي كونه المنطقه الاماميه اللي هي مقدمه الفك السفلي شوي رقيقه وصعب نعمل نحن نفس النموذج اللي هو قفل ومفتاح ما بين القطعتين، الطبيب عمل هالاجراء هذا وعمل هون خلينا نقول مثل برغي يعني او سكرو، بس دخل الجزء الاول من الطابع وثبتناه، بيدخل الجزء الثاني من الطابع وبيتركب جزء اول على الثاني باستخدام هذا السكرو. بنحاول يعني اخراج الطابع هذا بيكون من الفم اسهل من ادخاله بشكل عام. طيب كيف هو بيعمل الطبعه بهيك حالات؟ هاي الطبعه النهائيه اللي احنا بنشوفها قدامنا. الطبعه بيقوم بادخال الماده الطابعه مثلا البوردر مولدينج طبعه الحواف للجزء الاول، بيقوم بادخالها بالسكشن الاول من الطابع حتى تمام تصلب الماده. ثم بيحط الماده الثانيه اللي هي الووش امبرشن لحتى تمام تصلبها، ثم السكشن الثاني، ثم الووش الثاني للماده، وبيحاول يطالعون كتله واحده ما امكن. هون لا نحن شايفين في عندنا خط فصل بسيط بيناتهم ممكن هذا تعديله. نفس الشيء بالنسبه لطبعه الفك السفلي مثل ما نحن شفنا هي بتتم بعده مراحل. طبعا هون عملنا باستخدام السيليكون المتكوسر بالاضافه اديشنال كوندنسيشن سيليكون. هاي ريكوردينج بيزز عمل هو ريكورد بيز ونفس المبدا عمل فيه هينج هون مثل ما نحن شايفين هينج للبيز ريكورد، عملها باسلوب معين بحيث انه بعد ادخال البيز على فم المريض بامكاننا نحن نعمل تعديل معين ونوضع الشمع وهو لين داخل فم المريض. حتى الفريم ورك النهائي اللي عمله للتعويض نحن اتفقنا بدنا نعمل سكشن دينشر، الدينشر كله على بعضه سكشن يعني، فعمل فيه كمان هينج اكسس. اذا احنا شايفين هون الهينج صايره او الحلقه اللي بيصير عليها الفتل، وهي القطعه هي القطعه اللي احنا شايفين هون حاليا هي بتعمل مثل تثبيت او خطافه بتعمل تثبيت على المبدا هذا. نحن بامكاننا بهالشكل هون شوفوا معنا كيف قدرنا نقلل من زاويه الفريم ورك لانه احنا فتحنا الحلقه هاي مثل بنسميها سوينج لوك. لما بيدخل الهيكل بداخل الفم بنقوم بفتحه، وهي القطعه اللي هي بتجي بتتركب على الناتئ تبعها اللي هو مثل ما نحن شايفين بهالزاويه هي.
الشكل النهائي للتعويض كان معانا مثل ما نحن شايفين، هاي الناتج المعدني، هاي قبل ما هو يتابع يعني العمل، هذا الناتج المعدني، هذا القطعة المتحركة، وهذا الجزء كله بيتحرك وبيجي بيتثبت بها المكان، له خطافه مثل ما نحن شايفين تحت الناب اللي بالطرف اليميني، وفي له هالمسرع اللي بيدخل فيه هذا القطعة المعدنية داخل هيكل الإكريل تحت الأسنان الصناعيات. طبعا بعد ما نحن هون بس عم بيفرجينا المبدأ، رجع هو ثبت ناب طبعا مثل ما نحن شايفين، وصار انا معي عرضه الكلي لهذا التعويض، عرضه الكلي مثل ما نحن شايفين، تفضلوا شوفوا، بحدود 2 سنتيمتر، يعني اختصرنا العرض الى النص تقريبا، يعني قدرنا ناخذ نتيجه كثير جيده. هذا الطابع طبعا بيتم فتحه، هذا عفوا التعويض، بيدخل بفم المريض، بعدها بيفتحه المريض وبيقوم باغلاق السوينج لوك مثل ما نحن شايفين بهالشكل. هذا الشكل النهائي للتعويض كان معنا بهالشكل، تفضلوا شوفوا يعني كيف النتيجه النهائيه. طبعا هون هلا صارت الصوره واضحه امامنا اكثر، سبب المايكروستوميا اللي صاير عند المريض، هو صاير عنده اذيه يعني بالشفه، يعني هون اقل هون اكثر، هي حسب ما كتب بالمقاله سرطان شائكه الخلايا سكويموس سيل كارسينوما، تم استئصاله من زاويه الشفه، فلذلك صار عندنا مايكروستوميا. فهيك بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، بتمنى تكونوا استفدتوا من الحاله. الفكره انه بامكاننا نعمل نحن هالتقنيات